بكرة الساعة 7 بالليل أهم ميعاد وبينتظروا 100 مليون مصري، ده ميعاد المباراة الحاسمة للمنتخب المصري أمام السنغال، واللي إن شاء الله هيكون بطاقة التأهل لمصر في كأس العالم 2022. تعالوا نشوف مع بعض مشوار منتخبنا من أول التصفيات ولحد المباراة الحاسمة اللي هتتلعب بكرة إن شاء الله. مئة مليون مصري منتظرين المباراة الحماسية والحاسمة اللي هتتلعب بكرة قدام المنتخب السنغالي، مباراة مصيرية هتكون الأخيرة في مشوار صعود منتخبنا لمونديال 2022. منتخبنا الوطني هيواجه السنغال في مباراة متكافئة من الناحية الفنية والبدنية، وكمان من ناحية النتيجة الإيجابية اللي حققناها على أرضنا في استاد القاهرة بعد ما فزنا عليهم بنتيجة 1-0 في ماتش الذهاب. وده يخلينا النهاردة نسلط الضوء على مشوار منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم اللي بدأناه بشكل قوي وحماسي. منتخبنا تأهل عن مجموعته بعد ما تصدر ترتيبها برصيد 14 نقطة، ونافس المنتخب المصري في مجموعة كان فيها منتخبات ليبيا والجابون وأنغولا. نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على ليبيا في الذهاب والعودة، وفاز على الجابون في القاهرة وتعادل بره ملعبه، كمان فاز على أنغولا في القاهرة وتعادل في لواندا. كلها نتائج إيجابية قدرنا نحققها خلال مشوارنا في التصفيات، وما تعرضناش لأي خسارة خلال 6 مباريات لعبناها في المجموعة، ده بالإضافة لمباراة الذهاب اللي لعبناها في القاهرة قدام المنتخب السنغالي، وده اللي خلى النقاد ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية أشادت بالمجهود الاستثنائي اللي حققه الفراعنة في مجموع 7 مباريات لعبناها بواقع 630 دقيقة. لكن لسه قدامنا 90 دقيقة أخيرة في العاصمة السنغالية داكار، 90 دقيقة عنوانهم الحسم والصعود للمونديال رقم 22 في تاريخ كرة القدم. في الحقيقة هو حلمنا كلنا، حلم ال 100 مليون مصري إن احنا نتأهل لكأس العالم، ومش بس نتأهل يا شاذلي، احنا عايزين يعني نكسب، يعني أنا طبعاً متفائلة. طبعا ان شاء الله، وانا كمان متفائل، وكلنا وراهم ان شاء الله، كلنا بنشجعهم. 100 مليون مصري بيشجعوكم، ان شاء الله انتم قادرين تعملوها لانكم فعلا ابطال اللي عملتوه. ولاعيبه رجاله طبعا، وده اهم حاجه، ان احنا بنلعب بروح، وان شاء الله باذن الله قادرين نتاهل، وهنتاهل ان شاء الله، وهنفرح كلنا بكره ان شاء الله. ان شاء الله.